مرحبا بحضراتكم. فقرة خليني أقول فقرة محترمة وإنسانية في نفس الوقت، ولما بنعرض هنا نموذج لشخص يمكن هو بيسعى في مجال معين لكن ممكن يكون هو خارج تماما ومختلف تماما عن مجاله العملي أو العلمي، ولكن هو بياخده كمجال إنساني وبيسعى فيه وفي نفس الوقت كمان بينجح فيه جدا. بنتكلم عن نموذج بيحتذي بيه كمان، يعني وشخصية كرست طاقتها ومجهودها لخدمة ذوي الإعاقة سعيا في تحقيق احلامهم. دي قصه كلها، دي القصه او ده النموذج اللي احنا بنتكلم فيه. قد ايه ممكن يبقى في بني ادم بيشعر بالاخر ان هو بس عايز يقدم خدمه لغايه لما يوصل ان هو يكون كمان رئيس اتحاد الاعاقه الذهنيه. خلينا المهندسه امل مبده، صح كده؟ رئيس اتحاد الاعاقه الذهنيه، ونعرف كده المسيره وعايزين نعرف النقله وايه اللي خلى حضرتك اصلا ده مش مجالك تماما انك تروحي ليه، ده كله هنعرفه. بس في البدايه طبعا صباح عليك يا مرحبا. صباح الفل، وحضرتك منوره الدنيا، سعداء بوجودك جدا جدا. وزي ما قالت نهاوند، تعالي نعرف من حضرتك بدايه المسيره وفكره تاسيس اول اتحاد مصري لاصحاب الاعاقات الذهنيه تحديدا. طيب، اولا بشكركم على التقديمه جدا، اشكرك. وانا سعيده ان انا موجوده النهارده في قناه الاهلي ولبس اهلي هو. ايوه يعني جدا. البدايه كانت انا مهندسه مدني زي ما حضرتك قلتي، و دايما في قناعه كده عند المهندسين، المهندسين بيعرفوا يشتغلوا اي حاجه، يعني كل المهندسين هتلاقي عندهم اللقطه دي. فانا اشتغلت في حاجات كتيره ملهاش علاقه بالهندسه. الموضوع بتاع ولادي ابتدى ازاي؟ ليا كانت صديقه كانت ماسكه المجلس القومي للاعاقه، الدكتوره هاله عبد الخالق من اسماعيليه، انا اصلا اسماعيليه، كانت محتاجه شغل في جمعيه بتعملها في اسماعيليه. دخلت معاها وكنت اول مره في حياتي اشوف بنت من الداون سيندروم او متلازمه الداون. فيومها انا فاكره بكيت جدا جدا، والبنت جت حضنتني. هم متلازمه الداون دول متلازمه الحب، هتلاقيهم عندهم كم من الحب. يعني الاعاقه الذهنيه هي ثلاث اصناف، الداون سيندروم او متلازمه الداون، التاخر، وفي الاوتيزم. فالداون سيندروم عندهم كده حب وبيحبوا الرقص ويحبوا الغنى ويحبوا البوس ويحبوا الحضن. فالبنت جت حضنتني بشكل يعني رهيب. يعني بعدها ما فيش بفترة قصيرة جدا، نفس الصديقة، كنت أنا شغلي في المهندسين، قالت لي إن في حد، إن في وظيفة لحد تاني، وأنا كنت بدور على حاجة، كنت ساكنة ساعتها في مدينة نصر عايزة أقرب. فقالت لي في وظيفة مدير الوطني للأولمبياد الخاص. أنا كنت فاكرة الأولمبياد الخاص دي شركة بتاعة أي حاجة، يعني شركة سخانات، شركة خاصة يعني، دي مدير تنفيذي يعني. فروحت فلقيت ان هي بتشتغل في رياضات ذوي الاعاقات الذهنيه. طبعا كانت مفاجاه ليا، ولو اقول لك مثلا كنت بشتغل في نمره 50 في المهندسين، فده بقى نمره 52 يعني، كان البيت اللي جنبنا يعني. فالحياه يعني هو كان قدر من ربنا. انا فاكره ان انا يومها رجعت من الطريق بقيت اعيط طول الطريق، انه ازاي الباب ده بيتفتح، ولو هو ده الخير يا رب يسره. تاري هي البدايه كانت من الحضن ده اللي كله عاطفه اللي حضرتك اتكلمتي عليه. ده الكلام ده كان 2011. فانا بقالي الحمد لله 9 سنين اللي ربنا كرمنا بيه في ال9 سنين دول، ويمكن لسه كنت بقول للاهالي بره اللي انت هتستضيفهم بعد كده والولاد، ان انا لما بعمل خطوه يعني انا ببقى مجهودي بخطوه، ربنا بيزقني 9 خطوات لقدام. الله. بمجهود الاهالي، بمجهود الولاد، بكرم من ربنا. ودايما اقول اللي بيفتح باب للولاد دي بيلاقي 50 باب بيفتح له. وجود فخامه الرئيس من 2014 معانا وتسليطه الضوء على القضيه ودانا في حته تانية خالص، ده بقى ادانا 2000 خطوه فوق. تشكيل الاتحاد، انا اشتغلت في الاولمبياد 3 سنين، دي رياضه ترويحيه ترفيهيه يعني، مش رياضه رسميه. الهدف منها دمج ولادنا في المجتمع. ففكرت طب ليه ما يبقاش في اتحاد رسمي زي اتحاد السله، زي اتحاد كره القدم، ولادنا بيسافروا بيحضروا بطولات دوليه بيرفعوا علم مصر. يعني الاولمبياد الخاص بيسافروا، بس هي في الاخر الشعار الكل فائز. مفيش رغم ان احنا اولادنا عندهم القدره على الكومبيتيشن وده. فالحقيقه كان ايامها كان معالي الوزير طاهر ابو زيد هو وزير الشباب والرياضه ساعتها، ولجأت له قلت له انا عايزه اشكل اول اتحاد. عمل اول اشهار لاتحاد الاعاقات الذهنيه سنه 2014،
ومن ساعتها الحمد لله في 6 سنين الاتحاد خدنا بطولات عالمية، إيطاليا، التشيك، أستراليا، تم تكريمنا من فخامة رئيس الجمهورية ب14 ميدالية ولادنا حصلوا عليها في بطولة العالم في أستراليا، سباحة، تنس، ألعاب قوة، تنس طاولة، تنس أرضي. وبعدين عملت بقى ابتديت بحفلات صغيرة، لقيت الناس مش بتبصلنا قوي في الرياضة، تعرف في مصر برضو ما بيهتموش غير الكورة، فقلت طيب إيه اللي ممكن يخلي القضية تنور أكتر وتخلي الناس تشوفها أكتر؟ فلقيت إنه أكتر حاجة بتخلي الناس تشوفها في مصر هي القوة الناعمة اللي هي الفن والفنانين. فعملت أول احتفالية كانت في جامعة مصر سنة 2015، حضرها مجموعة من الفنانين، كان ساعتها الفنان سمير صبري، محمد رمضان، عمرو يوسف، كندا، سامح السريتي. عملت ديفيلي من الولاد وعملنا حاجة كتيرة واتذاعت في على القناة الأولى أو الثانية مش فاكرة، هوا يعني مش قادرة أقول لك الحفلة دي كانت ليها صدى. كان ساعتها وزير الشباب كان المهندس خالد عبد العزيز، وكان في حضرها الفريق مهاب مميش، كان ليها صدى غير طبيعي لأنك لأول مرة بقى بتشوف أولادنا من ذوي الإعاقة بشكل تاني، بيرقصوا وبيغنوا وبيعملوا ديفيلي وبيقفوا بثقة. فلقيت إن الرسالة دي رسالة قوية جدا وبتظهر بقوة يعني. عملت بعدها أولادنا واحد وأولادنا اتنين، وبعدين برضو مش هو ده اللي كنت بدور عليه قوي، فعملت قادرون باختلاف. فكرة بقى يعني قادرون باختلاف اللي هي الحفلة الأولانية اللي كان فيها مدام رجاء الجداوي الله يرحمها لو تفتكريها، كانت في الدفليه، وكانت وكان معانا برضو مجموعة كبيرة من فنانين مصر. وأنا كان أملي كله وأنا ببعت لفخامة الرئيس للحفلة دي إنه يديني رعاية يعني عشان بس إيه الحفلة تكبر شوية، وعشان لما أروح لحد أقول له رعاية الرئيس معايا والناس تهتم أكتر. ففوجئت الحقيقه واحنا فاضل اسبوعين على الحفله، والحقيقه كل ودايما اكرر الكلمه دي كل الفنانين وكل الناس موجودين، وكانت اخراج عاطف عوض ربنا يديله الصحه، لقيت انه الرئيس بيقول بعت لنا انه الرئيس هيحضر. عايزين الكواليس دي بقى. يعني اول ما جالك كده الخبر عملتوا ايه؟ ازاي تلقيتيه؟ بصي الفقرات كانت هي يعني احنا ما زودناش ولا نقصنا ولا اتكلم يعني كانت الموضوع هو بس. طبعا كانت يعني بصي انا فجاه لقيت بقى ايه مصر كلها حاضره جوه الايفنت والناس بتتكلم وهنعمل ايه، ومعالي كان وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، كانت وزيره التضامن ساعتها الدكتوره غاده والي، قائد الشؤون المعنويه لواء احمد خليفه. الموضوع اتصعد جامد. اتصعد بقى وكل الناس طب والبرنامج ايه ويعني ايه الديفيليه ويعني يا جماعه والله الديفيليه ده حاجه عشان الولاد هم يعني رئيس الجمهوريه هيجي يتفرج على الديفيليه. قلت لهم هيجي يتفرج على الديفيليه. ده اللي شارك فيه بعض الاعلاميين والاعلاميات والممثلين وكانوا في الديفيليه نفسه صح؟ بالظبط كده، كان معانا كم بقى مهول من الفنانين، وفاء عامر، اشرف عبد الباقي، معاكم احتفاظ بالالقاب طبعا لكل الناس، امير قراره بتهيألي لا امير قراره ما كانش في ده، كان واحد تاني. ففجأة بقى لقينا كل الناس كده، وكانت دنيا سمير غانم عملنا الاحتفاليه بتاع الاغنيه اللي هي الرئيس حتى لغايه دلوقتي معمول لها يمكن حاجه و80 مليون مشاهده، ورئيس الجمهوريه بيبكي في الاغنيه دي، وكان دنيا مع 3 ولاد من ولادنا، كانت الأغنية برضو تلحين هشام جمال. فقدرون باختلاف واحد بقى دي بقى كانت 3000 خطوة 5000 خطوة 100000 خطوة يعني عد بقى كده. فابتدت بقى تنور قوي، الرئيس تفاعل مع الموضوع بشكل غير طبيعي، ابتدت قرارات تطلع وإحنا قاعدين اللي هو المساواة في المكافآت ما بين المعاق وغير ذوي الإعاقة. صراحة هو ده صح يعني، هو ده الشيء اللي كان لازم يحصل من زمان جدا. بالظبط، احنا كان ولادنا بيروحوا ويجوا ما بياخدوش جنيه. انا من كام سنة كده، السنة اللي فاتت ساعات كده كنت بمضي على شيكات بمئات الالوف، ودي عمرها ما حصلت. يعني طبعا الوزارة بتحول لنا الفلوس واحنا بندي المكافآت للولاد اللي حصلوا على ميداليات دولية، وعمرهم ما كانوا هياخدوا ده من غير قرار فخامة الرئيس طبعا. لأول مرة تم إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة يوم 24 ديسمبر 2018 وكان ساعتها عام ذوي الإعاقة. كم بقى المكاسب اللي انت أخدتها كانت غير طبيعية. أكيد. وده اللي شجعني بقى السنة اللي بعدها
ان انا اعمل الفقره بتاعه الحوار اللي هو السفراء الحلم، ان كل واحد سفير، والنهارده هيبقى معاكم سفير السعاده علي، كان واحد من الخمسه اللي كان بيديرها مصطفى شعبان. فابتدى والحمد لله رب العالمين. انا كمان بكتب السكريبت لاني انا عايشه مع الولاد دول، فبقيت جزء منهم ومن احلامهم، وعارف وبقعد مع الاهالي كتير، فعارفه هم يقولوا ايه وما يقولوش ايه وايه اللي بيحلموا بيه. فالحمد لله الفقره دي لاقت نجاح، وخدنا برضو مكاسب اللي هي دراسه ماده احتمال الاخر، لما فخامه الرئيس اخذ المايك وقال له يا مهند حالا هيتم تدريس الماده. قانون التنمر اللي طلع 6 شهور سجن او 30,000 جنيه غرامه، فبقت اتحولت قدرون باختلاف لمنصه مش احتفاليه غنى ورقص، لا بقت يعني منصه لعرض القضايا بوجود فخامه الرئيس. الموضوع اختلف السنه دي للاسف، ما عملناهاش رغم ان احنا كنا ابتدينا بروفات عشان الظروف اللي احنا فيها، خوفا على الولاد لان كمان مناعتهم بتبقى اضعف يعني بالنسبه لنا. اتمنى ان شاء الله ربنا يزيح الوباء والبلاء ونشوف قدرون باختلاف ثلاثة وتبقوا معانا بقى في ثلاثة ان شاء الله. نتشرف اكيد بوجودنا مع حضرتك. وبرده من ضمن الفعاليات المهمه اللي الحقيقه نظمها الاتحاد المصري للاعاقه الذهنيه بطوله كره قدم خماسيه، هنشوف مع حضراتكم تقرير عنها ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. عندنا البطوله تقسم نوعين، الاعاقه الذهنيه، الاعاقه الذهنيه جواها نوعين، الاعاقه الفكري والاعاقه داون سندروم. عندنا الولاد ان شاء الله المنافسات بتتقام الدور الاول ودور نهائي، بنجمع النقط بتاعه الدور الاول مع الدور النهائي وبيتحدد على اساسها بطل الجمهوريه ان شاء الله. طبعا حضرتك عارف الاجراءات والاحترازيه والاكواد اللي وزاره الشباب والرياضه منزلاها، بنحاول ان نمشي عليها ونتبعها على قد ما نقدر، وبنحاول نحافظ على اولادنا عشان طبعا اولادنا ليها ظروف خاصه خالص غير الاسوياء بسبب مناعتهم الضعيفه، بنحاول نحافظ على ده كله، بنحاول نخلي في تباعد، بنحاول نخلي بالنا منهم، بنعقب لهم الحاجه على قد ما نقدر عشان نوصل للهدف بتاعنا باذن الله. احنا بعد فتره توقف الكورونا رجعنا وكثفنا تدريبات عشان البطوله كان الوقت بتاع بدايتها ضيق، خلصنا الدور الاول وبعدين رجعنا كملنا شغل لغايه لما دخلنا الدور الثاني والحمد لله. والله انا شايف التنظيم اكتر من رائع في المكان هنا في المدينه الشبابيه هنا، والناس كلها ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه، وبالنسبه للاتحاد طبعا بعتنا له التقرير الطبي بتاع اللعيبه قبل البطوله عشان لو اي حد عنده اعراض ما يشاركش في البطوله وكده. احنا هنا بنحتضن كل البطولات، وخاصه اللي احنا هنا اوبن اريا مكان مفتوح، وخاصه ده مكان مطلوب لكل البطولات، وخاصه بعد التوجيهات الاخيره من الوزاره ان دايما البطولات تبقى في اماكن مفتوحه. احنا هنا بنعمل الحمد لله اجراءات احترازيه، دايما في تباعد ما بين الجمهور، دايما في تباعد ما بين اللاعبين، عندنا الحمد لله تعقيم بالبوابات ببدايه الدخول للزوار للمدينه. هي بطوله من البطولات الجميله جدا خاصه لذوي الاعاقه الذهنيه، سواء هم فئتين عندي اللي هم الفكري والداون، والولاد بيبقوا مبسوطين جدا والامور مبسوطين جدا لانهم فعلا بيمارسوا بحياتهم الطبيعيه، واحنا بنحاول نعمل اندماج او دمج ما بين الشخص الطبيعي والشخص اللي هو معاق ذهنيا. يعني مع الكابتن احمد صالح بنمرنا تمرين كويس وبيحاول نخش على بعض ازاي كتير وبالعافيه والعنف والحاجات دي عشان يقوي عضلاتنا. نشكر طبعا الكابتن ان هو نزلني في الشوط الاولاني، يعني شلت كام كوره كان جاي هجمه ممتده علينا والحمد لله كتبنا 3-1 في 3-1 النهارده. بنشكر طبعا الاتحاد المصري للاعاقه الذهنيه بتنظيمه للبطولات اللي دي اللي بترفع من شان اللعيبه وترفع من شان اولادنا. طبعا البطوله هي الدور الثاني للبطوله الجمهوريه، فيها فرق قويه جدا جدا، هدف، النصر، حلوان، المصري، كلها بصراحه فرق محترمه وفرق قويه وبتضم والله لعيبه كبيره جدا ولعيبه محترمه، ومنهم لعيبه فعلا تنفع تلعب في الفرق النورمال. اهلاوي وعاوز اشوف احمد الشناوي، نسيت احمد الشناوي بحبه. حاضر والله. الحقيقة يعني حاجة محترمة جدا، وحضراتكم بتعملوا حاجة في منتهى الإنسانية والرحمة. وفي الأول وفي الآخر عايزين نأكد على إن ده
اقل حاجه ممكن نقدمها للفئه دي تحديدا من الناس؟ وعلى فكره برضو ده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، فكره يعني رد الفعل المجتمعي تجاه الفئه دي تحديدا، التعامل معاها، هل حضرتك راضيه كل الرضا عن تعامل المجتمع؟ اكيد مش المجتمع ككل، بس ساعات كتير بنشوف حتى فيديوهات تسيء للفئه دي وفيها قدر مهول من التنمر، هل ده اتغير نسبيا بعد الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت والتغطيات اللي تمت للنوع ده من الفعاليات؟ بص يعني مليون في المية ايوه، زي ما قدمنا وجود الرئيس، الاهتمام الاعلامي الشديد، اظهارهم وهم بيتكلموا وهم بيحصلوا على بطولات، كل ده غير في نظره المجتمع وطريقه التعامل معاهم. بس لسه في تنمر، لسه في تنمر، لسه في قسوه، لسه في قسوه. انا يمكن قبل ما اجي لحضرتك وانا جايه في السكه حد بعت لي فيديو للولد معاق في سوهاج، ابوه عامله بالحديد، مكلله بالسلاسل وحطه في حظيره. لا ده عايز يتعالج نفسيا. يعني الاب طبعا اللي عنده مشكله يعني طبعاً. يمكن انا على طول رحت بعتها، قلت نشوف مين مديريه التضامن الاجتماعي اللي هناك، نلجا على طول ليها ونروح نتدخل على طول. بس لسه في، انا بقول لك اهو اب بيعمل كده، ففي تنمر في كده. لكن وجود قانون التنمر، وجود المفروض المجلس القومي للاعاقه انه يقوم بدور اقوى مع اولادنا، انه لما يحصل حاجه زي كده ويتم ابلاغه لازم على طول يروح ويتعمل بلاغ في الاسم وياخد الجزاء اللي هو حددته القانون، حتى لو 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 الاب والام هم الفاعل الاصلي. في اباء مش اسوياء، يعني ما دول الاطفال دول في الاخر، سواء حتى لو طفل سوي او من اصحاب الهمم، هو بيبقى الضحيه، فهو في للاسف فعلا. بعدين لما الاب بيعمل كده هنتوقع ايه من الغريب؟ بص لسه والله قبل ما ادخل ام شهاب قالت لي موضوع، يعني بس عايزه اوريك التاريخ كان ايه وبقى ايه، وكنت اول مره اسمعه منها. يعني بتقول لي انا عايزه اقول لك على حاجه، انا لما ابني رحت قدمت له في مدرسه ما من سنين طويله، فوانا واقفه كده في وسط كده، فالنظره شافت ابنها داون سيندروم، قالت لها امشي انا ما باخدش الحالات دي، دي نظره مدرسه مثقفه. يعني حتى ما رفضتوش؟ لا لا ما كلمتوش، ما دخلتش الست تتكلم معاها. يعني هي واقفه في الاوضه شافتها مع الولد، قالت لها امشي، ده اللي حكيته لي حالا، يعني امشي انا ما باخدش اللي زي دول. فالست مشيت. يشاء ربنا بقى اللي لسه بقول لحضرتك، 2014 اول احتفاليه فخامه الرئيس يحضرها، فشهاب كان بيقرا قران في الاحتفاليه. فكان ساعتها هو خلص بقى الاعداديه، كان بقى له كذا سنه بعد الحادثه دي، فراحت الام لنفس المدرسه عشان تقول لهم انه ابني بقى عايز يدخل ثانوي وانه ده اللي كان كده. بتقول لي قبلوه على الفور. فده اللي عمله الاعلام، عمله وجود الرئيس، غير نظره الله اعلم نفس النظره ولا لا، ما اتاكدتش من المعلومه. بس هي بتقولي انت شفتي احنا، يعني ربنا يعني جزاها الله خيرا، اذا كانت بتقولي بتنسب ليا فضل، يعني ان انت عملتي فينا ايه، يمكن انت عملتي وانت مش حاسه. يعني كنا لسه بنتكلم ده، فقلت لها لا انتوا اللي بتعملوا، لو هي تورتايه انا يمكن باجي احط الكريزه اللي فوق، لكن اللي بيعجن واللي بيخبز واللي بيعمل المجهود الرهيب ده هم الاهالي. خليني اقول لحضرتك على حاجه، انا وكريم ناقشنا اول اسبوع القضيه دي، فكره قضيه تغيير الثقافه في اي مجتمع لازم تبدا من فوق. يعني القياده السياسيه لما اهتمت بفئه مثلا الرياضه، وكمان تحديدا الرياضه النسائيه، شوفي الرياضه النسائيه وصلت لفين، وابتدت الثقافه كمان في مصر تتقبل ان ممكن بنت تبقى لاعبه ومحترفه رياضيه، وابتدوا يحترموا كمان هذه الفتاه اللي هي فعلا يعني بقوا في ثقه ممكن فعلا البنت تصل تكون بطله. لما ابتدت القياده السياسيه تهتم بالمراه، شوفي المراه وصلت لقد ايه واخدت فرص قد ايه، وتمكين سياسي وغيره. لما ابتدت القياده السياسيه تهتم بالفئات كمان اللي هي كانت زمان مهمشه، شوفي دلوقتي الوضع بقى عامل ازاي، ابتدت الثقافات تختلف. وربما برضه هنظل نقول ان لسه في بقايا عايزه تتغير للاسف في ثقافات بعض الاهالي، بعض المدرسين اللي هم اصلا مسؤولين على عمليه اختلاف الثقافه، يعني اللي هم مفروض بيكونوا اساس في هذا التغيير، هم للاسف محتاجين تغيير. فدي بقى عائق تاني. أنا عايزة بقى أروح مع حضرتك في النقطة دي، إزاي بتشتغلوا على فكرة تغيير ثقافة أو فهم أو مفاهيم الناس دي؟ طيب حضرتك لسه قايلة إيه؟ إن القيادة دايماً عندنا بتبدأ. في مصر الموضوع بيبتدي من قمة الهرم مش من تحت. صح. فالقيادة السياسية لما اهتمت بالفئة، يعني بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مصر كلها اهتمت بيها حقيقي. أنا دلوقتي بشوف إن وزارة التربية والتعليم دي قادرون باختلاف السنة اللي فاتت.
الصوره دي كافيه تغير اصلا في يعني كل واحده. الصوره دي كانت صفحة أولى في جميع الجرائد تاني يوم. يعني النظرة بصي البنت الصغيرة إنجي اللي هي ده بصي النظرة اللي بتبص لفخامة الرئيس. أقسم بالله إن أنا طول السنة إن أنا ولادي لو أقول لك كمل واتسابات أو ما قابلهم أو كده إحنا هنشوف الرئيس إمتى إحنا هنشوف يعني. على فكرة اللقطة دي مش الوحيدة يعني النظرة دي مش النظرة الوحيدة اللي كان بيتبص بيها السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة يعني استكمالا لكلام حضرتك ونهواند فكرة إن الامور بتتغير بعد ما يعني يكون في اراده سياسيه من القياده السياسيه والهرم زي ما حضرتك شرحتيه. بس انا دايما بستغرب من تفصيل الحقيقه احنا يعني بعيدا طبعا عن ان القياده السياسيه عامله اللي عليها وزياده تجاه هذا الملف وزاره الشباب والرياضه الحقيقه برضو عامله اللي عليها وزياده. لكن هرجع برضو تاني للمجتمع نفسه. انا بستغرب ان احنا بنشوف النوع ده من الامور او النوع ده من المشاهدات واحنا شعب المفروض شعب عاطفي، المفروض ان احنا شعب متدين وكل الاديان السماويه بتؤمر يعني مش بس بتنصح دي بتؤمر بالمعامله الطيبه للفئات اللي زي كده من البني ادمين، ومع هذا بنشوف اللي بنشوفه ازاي؟ الخلل جاي منين؟ بص يمكن في كلمه من كلمتي في قادورين باختلاف واحد السنه اللي قبل اللي فاتت قلت ان اول دوله في العالم كرمت المعاقين لدرجه كان عندنا ثلاث ملوك من الاشخاص ذوي الاعاقه كانت مصر. يعني كان عندنا منهم توت عنخ امون كان عنده اعاقه في رجله. فاحنا من قدم الازل قبل الاديان بقى كمان احنا دوله بتحترم الشخص ذو الاعاقه. يعني كان في الوقت ده على فكره في دول تانية زي رومان وكده كانوا الشخص اللي بيبقى عنده كده كانوا في عمل السيرك او كانوا بيعدموه طبعا. كمان يعني كان في اوقات بيموتوه لانه بيشوف ان هو عنده خلل وان ده كده هيأثر على المجتمع او على الجنس. يعني اللي حصل في مصر حصل فيه تغير في الاخلاقيات بصفه عامه كلنا طبعا حاسين بيه وشايفينه. يعني الاهالي ما بقتش بتدي يعني زي ما كده طلبنا ماده احترام الاخر. انا لازم لو انت مش قادر تاخدها ببيتك وامك وابوك ما بيقولكش ان ده الاخر اللي المفروض تحترمه انا لازم اديها لك في المدرسه. ثقافه الاختلاف يعني. ثقافه الاختلاف انه اي اخر ما هو الاخر ده ممكن ما يبقاش يعني ذوي الاعاقه بس ممكن الاخر ده الاجنبي الاخر ده انا مسلم وهو مسيحي او هو مسيحي وانا مسلم فهو الاخر بصفه عامه ازاي احنا نحترمه يعني. فالحقيقه القياده السياسيه لما نورت على الموضوع فابتدى الموضوع يحصل له يعني ينزل بقى من فوق لتحت فابتدت المدرسين يهتموا ابتدى احنا كاتحاد ووزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن بندي تدريب للمدرس والمدرب وده طلبنا بيه السنه اللي فاتت انه جميع المتعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقه يكونوا مؤهلين. يعني انا عندي حادثه برضو اقولها لك تاني يمكن من اسبوعين في احد الجامعات المصريه دكتور من الدكاتره حد من ولادي قال له انا مش عارف ايه اللي بيجيب المعاقين دول هنا قدام المدرج كله انا مش عارف ايه اللي بيجيب المدرج يعني هعيط وحياه ربنا لان الام بكت يعني بشده وهي بتكلمني بتقول معلش النقطه واضحه النقطه واضحه ال 5% اللي انتوا خدتوها وكده بس بقى هقول لك ايه التغيير اللي حصل ده لو كان حصل من سنين طويله كانت الام بكت وبكتني واحنا الاثنين والوضع بقى زي ما هو الام كلمتني قلت لها روحي لعميد لرئيس الجامعه واشتكي وقولي له انك هتوصلي الموضوع لرئيس الجمهوريه وانا معاكي وهوصلها للاعلام وهنعمل وان الرئيس مهتم. ايه اللي حصل بقى؟ رئيس الجامعه جه رئيس الجامعه والدكتور وكرموا الولد قدام المدرج وتم تكريمه اتحسبت بقى هي مين؟ ده اللي يهمني اللي كانت بتقول كده لا انا ده دكتور الله اعلم اتحاسب بس انا بصي اللي يهمني ان اداله حقه قدام نفس الطلبه الاهم اللي حضرتك بتحكي فيه ده يعني على قد ما هو لطيف وجميل على قد ما هو مؤسف الحقيقه لان المفروض ما تبقاش جامعه حضرتك اللي بقول لك فلسه يعني هي ما بقتش الفئه يعني زي انا بس ردا على سؤال حضرتك المجتمع اتغير اتغير هل اتغير 100% لا طبعا. بس بالمحاربه بقى وبتسليط الضوء وباللي عملته الام دي انها ما سكتتش كان ممكن قوي تقعد على خيبتها بقى وتعيط وكده لا هي راحت وحاربت وقابلت العميد وعملت وسوت وتم الاعتذار للولد القوه دي ما جاتش اقسم بالله زي ما واحده برضو كنت قلتها في كلمتي السنه اللي فاتت انه واحده برضو قالت ابنها معاق عندها ولدين بنت وولد فدخلته مكان اللي هي بتسيبه فيه الاطفال عقبال ما تعملي شوبينج ايوه فالراجل اخذ منها البنت
وقال لها الولد مش هاخده. ليه؟ لانه شافوا انه داون سيندروم. فراحت وقفاله وقالت له انت اتجننت؟ انت مش شايف الريس بيعمل معاهم ايه وبيحترمهم ازاي؟ انت جاي تقول لي لا؟ وقلبت الدنيا وظهرت في مداخلات وبتاع. فالقوه والسند ده من القياده السياسيه. القوه دي كمان واضحه جدا كسمه اساسيه عند حضرتك والمعافره دي. وبعدين احنا مطمنين على الولاد دول بحكم وجود حضرتك في هذا المنصب كرئيسة الأول اتحاد مصري لأصحاب الإعاقات الذهنية. طول ما أنت بتقولي على الولاد دول ولادي إحنا نطمن. ربنا يخليك، ده فوق راسي. ده احنا بنشكرك وحضرتك عاملة مجهود محترم في حياتي وفي حياة أي حد. فضل ونعمة يعني، ربنا بجد ما يحرمني منها. وحتى لو انا مش رئيس اتحاد يعني، مجرد ان انا معاهم ده فضل. ربنا يكرمك ويجعلها في ميزان حسناتك كمان غير الشق المهني. يا رب حضرتك نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا يا باشمهندس بجد، وربنا يكرمك فعلا ويوفقك. ودعوه للناس كلها اللي بتتفرج علينا برضو، اللي حابب ان هو يعمل حاجه، يعمل عمل انساني، يسعد حد. ربما يعني ان انت تسعد حد دي حاجه ترجع لك بعد كده، ربنا يسعدك في حياتك. في ناس كتير تقول لك انا مش مبسوط، انا عندي وعندي وعندي. طب جربت ممكن تساعد حد، تقف مع حد في محنه؟ ممكن ده فعلا لا انا بقول لك، انا دايما اقول لهم انتوا لما تروحوا تحضروا ايفنت الولاد وترجعوا، عارفه لما تبقي في فرح حد من اصحابك وترقصي وتفرحي. انا اي حد، مش انا، اي حد بيحضر معاهم حاجه بيرجع بده، بالطاقه الايجابيه دي، بالحب ده. ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحي قلب الولاد. ربنا يخليك. ان انتوا كمان كاعلاميين بتنوروا على القضيه وبتستضيفونا وبتستضيفوا الولاد وبتظهروا يعني قد ايه هم حلوين، فده دور برضو انا بحييكوا عليه، لان مش كل الاعلاميين برضو لسه. ده واجب علينا، ده واجب علينا جميعا فعلا. باشمهندسه امل، ونتمنى بس الجزء الاخير، انا برجو ده رايي الشخص يعني، لو تسمحوا لي ان انا اقوله، انا اتمنى يكون في عقوبه رادعه لاي حد بقى في موقع مسؤول مش بيتصرف التصرف السليم مع الفئه دي. لان فكره هنا برضو ان احنا نقول معلش، او حتى يجي لما حضرتك بتقولي الدكتور جه بعد كده كرمه، لا هو كان لازم يتحاسب وبعدين يكرمه، او يكرمه وبعدين يتحاسب. بس لازم يكون في عقوبه كبير فوق، عنده 72 سنه، فهي الام كمان تعاطفت مع انه خلاص راجل كبير وعدتها يعني. نتمنى بس اللي حضرتك بتقوليه طبعا، نتمنى ان ده ما يحصلش تاني في بلدنا. نتمنى نكون في ناس عندها وعي كافي، علشان احنا بنتكلم كلنا يعني انسان في الاخر، وثقافه الاختلاف. احنا كلنا على فكره مخلوقين مختلفين، اصل الدنيا دي الاختلاف، فلازم نتقبل بعض. على كل حال احنا الفقره دي خلصت. الفقره الجايه هيبقى كريم مع حضراتكم، لان معانا ضيفين جمال جدا. الفقره الاخيره هكون انا وحضراتكم، هيكون برده معانا ضيفين كمان جمال جدا بعد الفاصل ان شاء الله.